سادة في ديوان عام محافظة بورسعيد منزلين بيان طويل بيتكلم عن زيارة السيد المحافظ اللواء محب حبشي لمصنع تدوير القمامة في منطقة الزهور ببورسعيد. وحسب هذا البيان قال لك 550 طن يوميا محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمصنع ويثني على كفاءة المصنع والطفرة البيئية اللي حصلت في بورسعيد. لكن اللي ما قالهوش السادة بقى بتوع ديوان عام المحافظة ان قبل زيارة سيادة المحافظ لمنطقة الزهور نزلوا ونضافوا المنطقة وكنسوها ولمعوها وشيكوها وجابوا شجر من اللي هو بيتحط ويتشال ده. شوف حملة موسعة ببورسعيد لنظافة شوارع الضواحي والزهور. ليه المنطقة دي بالذات؟ ليه الضواحي والزهور؟ لان المنطقة دي اللي فيها المصنع. وليه المنطقة اللي فيها المصنع؟ لان سيادته جاي في زيارة للمصنع، فعشان خاطر تبان الدنيا نظيفة قدام سيادة المحافظ نظفوا الشوارع وخلوها زي الفل. أول امبارح بقى، يعني الزيارة دي كانت قبل 3 أيام، مشي سيادته يوم واحد مواطن من منطقة الزهور، مواطنة من منطقة الزهور في بورسعيد بتصور لسيادة المحافظ المكان اللي كان موجود فيه أو قريب منه ونظفوه له لحد ما يمشي، وتقريبا راحوا رموا الزبالة تاني في نفس المكان طالما سيادة المحافظ مشي. نتابع هذا الفيديو. مثلا كل يوم اشم الريحة دي واشوف القرف ده كل يوم، بقى اكتر من شهرين على الحال ده والحي مش عايز يجي ينضف. انا اعمل ايه وقتها؟ اعمل ايه يا جماعة؟ بقى لي شهرين على الموضوع ده، كل شوية الريحة والزفت القرف ده غير المجاري والحاجة، يعني الحي مش عايز يجي ولا حد عايز يرد. دي كده الزهور والضواحي اللي قال لك حملة موسعة، واللي قال لك في البيان بتاع المحافظة سيادة الوزير أثنى أو سيادة المحافظ أثنى على كفاءة وجمال وحلاوة خدمة نظافة الشوارع. طب شوف كده هذا الخبر، القمامة غذاء للمشية في شوارع الزهور، طبعا ده قبل زيارة سيادة المحافظ وقبل ما ينظفوه. ودي الجوهرة، منطقة الجوهرة أيضا في نفس المنطقة غرقانة بين القمامة والصرف الصحي والظلام الدامس. ودي بعض الصور بقى يمكن ما شافهاش سيادة المحافظ لأن هم كانوا عارفين خط السير، نظفوا الشارع ده والشارع ده والشارع ده، وصلوا سيادته للمصنع فسيادته طلع يقول لهم برافو عليكم ومتشكرين، وبيان متين مزيل بإمضة سيادة المحافظ. وحط يا ابني إنجاز في الدولاب سيادة المحافظ إنه الحمد لله حل مشكلة النظافة في منطقة الزهور. أزمة القمامة بتحاصر حتى المدارس في حي الزهور ببورسعيد. سيادة اللواء المحافظ شوف كده، يعني مش عايز افتري على الراجل، لكن يبدو ان هم بيحاولوا يحسنوا الصورة قدام الراجل، لكن الراجل لو نزل مشي كده على رجليه غير الشارع اللي هم ماشيينه فيه، شوف الأزمة اللي بيعاني منها أهالي حي الزهور، أهالي حي الزهور، أهالي الضواحي، وأهالي كل المحافظة، محافظة بورسعيد.